السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من الجزء الثاني نتاع كيفاش تنجم تعمل البروغرام الخاص بك انت. دونك كنا حكينا في البارتي الاولانيه على البروتوكولات واهم البروتوكولات هذيك كيفاش تنجم تستعملها وتوظفها لصالحك. كان فاتتك الحلقه هذيا باش يطلع لك اللي هنا، ما تنساش باش تتفرج الفيديو هذيك باش تكون المعلومات واضحه وتفهم فاش قاعدين نحكيو في الجزء الثاني. ما تنساش زاده باش تفعل الجرس وتعمل سبسكرايب خاطر من زاد السيريه هذيا متواصله. يلا بدينا. من اهم الحاجات اللي حكيت عليهم وركزت عليهم برشا في البارتي الاولانيه ان كل مره لازم تقوم بتغيير صغير في البروجرام تاعك، واللي يتسمى بروجريسيف اوفرلود، وهو التغيير تدريجيا كل ما يستانس الجسم تاعك بالستريس اللي انت حطيته فيه. دونك لهنا لازم تعاود تعمله تغيير جديد، وهذا اللي باش يدفع الجسم تاعك يتطور اكثر فاكثر. وللاسف في ذهن برشا ابطال انه التغيير هذا ما نجم يكون كان بزياده الوزن، يعني كل مره لازمك تدز شارج اكثر من دزيته المره اللي تعديت حتى لو كان تخدم الغلط. دونك يا ابطال باش نبداو نحكيو على الفاريبلز هذوما وعلى الهرم هذا ونبداو نفكوا فيه ونحكيو على كل عنصر كيفاش نجمو نوصفه في البروجرام تاعنا. وكنت قلت لكم اللي الهرم هذايا حسب الاولويه وحسب الاهميه رتبتهم لكم لهنا الحاجات هذوما اللي باش تنجم تلعب بيهم على البروجريسيف اوفرلود. وباش نبداو باهم عنصر ينجم يبعث وين باش يبعث، ينجم يدفع الكتله العضليه نتاعك للنمو اللي هو الفوليوم. الفوليوم كنا حكينا اللي هو بطريقه علميه يتحسب عدد السيريات في التكرار اللي انت باش تقوم به في الشارج اللي باش تهزه. هذا كيفاش يتحسب بالفوليوم بطريقه علميه واصح، وهذا يستعملوه في الدراسات. دونك هذه هي الفورمولا الصحيحه باش تحسب بها الفوليوم بطريقه اصح. لكن طريقه عمليه اكثر باش تنقص على روحك الحساب، السبيسياليست قاعدين يستعملوا طريقه اخرى اللي هي يحسبوا بها الفوليوم اللي هما الوركين سيتس، معناتها السيريات باش تخدم بهم بالشارج اللي انت حطيته في البروجرام تاعك مش السيريات نتاع مزيت قاعده تسخن. هنا تكون واضحه العمليه، هكا تنجم تحسب بها الفوليوم تاعك. حسب الدراسات شنو يعطينا المينيموم افكتيف فوليوم، معناتها الفوليوم مينيموم اللي تنجم تشوف به ريزلتا وتطور عضلي يقولوا لنا 10 سيريات. والماكسيموم ريكفربل فوليوم، الفوليوم ماكسيمال اللي تنجم كي تخدم به، معناتها كي تفوتو بالحق ما عادش تنجم تريكوبيري من شده الوجيع والتاثير على السيستم نيرفوز نتاعك وتحس بتعب وارهاق كبير. دونك لهنا دراسات تعطينا ما بين 10 و20 سيري للعضله الواحده في الجمعه. ولكن فما حاجات لازمك تاخذهم بعين الاعتبار لهنا كان باش تقعد، علاش فما تطور لازم كان باش تقعد في المينيموم افكتيف فوليوم، ما تقولوا قعدت تخدم ديما ب 10 سيريات راهو بالمده باش تصير لهنا ستاجناسيون، باش تلقى روحك ما عادش فما تطور عضلي. وفما حاجه اخرى لازم تاخذها بعين الاعتبار اللي بالمده وبالاكسبيرينس نتاعك في التدريب الانترفال هذايا باش يمشي ويتقلص ما بين المينيموم افكتيف فوليوم والماكسيموم ريكفربل فوليوم باش يمشي ويقرب لبعضه. لكن الدراسات تقول فما حاجات، علاش قلت لكم هذايا بصفه عامه، لكن يلزمك انت تشوف التطبيق الفردي وتدبتيه حسب جسمك خاطر فما برشا حاجات ياثروا. فما دراسات تقول تنجم توصل لهنا 30 40 سيري في العضله الواحده، معناتها لهنا فما عباد تكون عنده مشكله او عنده تاخير في تطور عضله من العضلات اللي عنده في الجسم بتاعه، ونجم يطلع في الفوليوم هذايا للعضله هذيك باش يخدم عليها ويطورها اكثر. لكن لهنا شنو الحاجات تاخذهم بعين الاعتبار؟ بالحق لازم تاخذ بعين الاعتبار الجينيتيك، خاطر الجينيتيك ما احناش كيف كيف الناس الكل. فما عباد بالحق عندهم سرعه كبيره وسرعه رهيبه في تحمل الفوليوم العالي نتاع السيريات هذيا باش يخدم 30 سيري العضله واحده. دونك لهنا لازم تاخذ بعين الاعتبار حاجات تضم كيما النوم، ستريس، الماكله اللي تاكل فيها كي تكون ماهيش بالحق حجم الخدمه اللي انت قاعد تخدم فيها في الصاله باش ياثر برشا. دونك مهم برشا لهنا انكم تجربوا باش تنجم تعرف، خاطر ما فماش فورمول تمشي على الناس الكل. باش ما نصعبش عليكم الحكايه وتقعدوا برشا مخلبزين وما تكونوش فاهمين منين باش تبداو، ديما تبداو نقولوا ب 10 سيريات وتحاول تشوف بدنك كيفاش قاعد باش يتفاعل مع الفوليوم هذايا نتاع الخدمه. وبعد بالوقت كان قعدت في العشر سيريات مده طويله لهنا وما عادش تشوف في تطور وما عادش تشوف في تحسن، وقتها تنجم تعمل تغيير في الفوليوم تاعك. دونك البدن تاقلم مع الفوليوم هذاك، تنجم تلعب وتزيد تطور اكثر في الفوليوم تاع الخدمه اللي انت قاعد تخدم به. كيما تنجم تمشي بسوليسيون اخرى انك تاخذ اقل فوليوم في عضله من العضلات اللي انت تحسها معناتها عندك معناتها ريزلتا باهي، قاعد تشوف ريزلتا باهي، تنجم تعمل حتى 6 سيريات للعضله هذيك تحافظ بها على الكتله العضليه هذيك، وفي نفس الوقت تطلع
في عضلات اخرين تشوفهم بالحق عندك نقص فيهم وتحب بالحق تعمل كليك ليبر في الجسم بتاعك دونك تجم تطلع في عضله من عضلات هذوما. المهم التجربه هوني باش يعطيك بالحق السوليوشن باش يعطيك الفوليوم اللي تجم تخدم به، لكن المهم ما تبداوش بالحق بالاكستريم، معناتها ما تبداش معناتها تقول انا باش نجرب نبدا نجرب ب 20 طول، لا تبدا بالمينيموم وتبدا تشوف وتشوف التفاعلات باش تصير في جسمك هل فما تطور او لا، ومن غادي تعمل التغييرات اللازمة. هنا ملاحظة أخرى، نحب نهني البطلات اللي قاعدين تفرج في الفيديو هذية، خطر بالحق عندهم قدرة هائلة باش يتحملوا فوليوم أعلى من الرجال، وهذا راجع لسرعة الاستشفاء عندهم، وكنت سبق وحكيت عليه الموضوع هذا في فيديو تعديت. كان تحب ترجع تتفرج بالحق، عملت مقارنة ما بين الرجال والنساء، كان عندك شوية فضول أعمل طلع على الفيديو باش تعرف أنه من الجنسين بالحق عنده الجسم المثالي. دكتور ويكا يا بطل، باش نتعديو للعنصر الثاني في الهرم تاعنا اللي هو يتمثل في الانتنسيتي اللي هي شدة التمرين، وشدة التمرين هذه تتقسم على زوز حاجات اللي هما الشارج اللي باش تهزو لود والإفور المجهود اللي انت باش تقوم به في التمرين او في السيري. لهنا اللود الشارج اللي باش تهزو، لنا باش نرجع للهرم هذا، وكما سبق وقلت لكم راهو الهرم هذا صحيح الترتيب نتاعو ترتيب تفاضلي حسب اهميه كل عنصر، لكن راهو فما علاقه كبيره بين العناصر هذيا وتاثير كل عنصر على الاخر، دونك فما علاقه ترابط، دونك ما نجموش نحكيو على كل عنصر وحده. دونك لهنا باش نرجع للفوق والريب، دونك عنده علاقه سبق وقلت بالانتنسيتي، دونك عدد التكرار اللي باش تقوم به هو باش يحدد بالحق اللود اللي انت باش تهزه. دونك لهنا الريبيتيسيونات هي اللي باش تحدد الشارج اللي انت باش تخدم به في السيري نتاعك. ولنا الاكيد باش يجي في مخكم الخرافه نتاع الاولد سكول حديدي، دز شارج زين باش تعبي ودز شارج خفيف باش تشيح. في دراسه عملوها على جروب يترنى ب 30% من الوان ريب ماكس نتاعهم، تقريبا يعملوا ما بين 30 و 40 تكرار، وجروب يخدم ب 80% من الوان ريب ماكس نتاعهم تقريبا في الزون نتاع 8 و 12 تكرار. حاجة مهمة لنا لازمنا نعرفوها، زوز جروبات تترناو للإرهاق التام to failure باش تكون المقارنة عادلة ما بيناتهم. بعد 10 جمعات زوز جروبات تلقاو عندهم نفس التطور في الكتلة العضلية، يعني اللي لازمنا نستنتجوه من الدراسة هذه أبطال انك بالحق تجم تخدم بشارج خفيف كما تجم تخدم بشارج زين وتلقى نفس الريزلتا، يعني هنا الدراسات تتأكد انك بالحق تجم تخدم في نافذة كبيرة متاع تكرار اللي هي توصل حتى 30 ريبيتسيون، من 3 ل 30 ريبيتسيون تجم تلقى ريزلتا وتطور عضلي ممتاز. لهنا ما تحصلش روحك وتقعد تخدم كان بشارج زين ونجم يأثر هذا على تكرار نتاعك ونجم يشكل لك مشاكل واصابات من بعد، ولا تقعد تخدم كان بشارج خفيف وتكرك. يلزمك لهنا تستغل النافذه الكبيره هذه وتوظفها حسب التمارين حسب الميزوسايكل حسب التغييرات اللي انت باش تقوم بها، لهنا يعطيك فعاليه ونجاعه اكثر باش تخدم الكتله العضليه نتاعك بانواعها الزوز تايب 1 والتايب 2 اللي نعرفه زوز معناتها كل واحد والتكرار بالحق اللي يتماشى معاه ويتفاعل معاه اكثر. كما نعرفه التايب 1 باش يتفاعل اكثر مع ريبيتيسيونات كي تكون عاليه، والتايب 2 يتفاعل اكثر معناتها مع التكرار كي يكون ارزن والشارج زين. دونك لهنا تلقى روحك وقسمت ما بيناتهم ووزنت ما بيناتهم واستغليت النافذه الكبيره هذه نتاع التكرار وخدمت اكثر ما يمكن العضله نتاعك بنوعيها الزوز. برا جيت قلت لكم هذايا بني يعرف يبني، جيت قلت لكم هذايا بني اخر يعرف يبني ما يبنيش كيفه. لهنا الحل الذكي والاصلح انك تستقطبهم الزوز والزوز يبنيو لك مع بعضهم باش هكاك تكون البنيه اسرع خير واصح. باش نتعداو للليفور والمجهود اللي لهنا الاخصائيين ينصحوا بالحق باش ما نوصلوش ديما للارهاق التام اي كي اي شاي اوف فيلير. اش معناتها؟ معناتها ميكانيكيا ما عادش تنجم تكمل السيري او الريبيتيسيون اللي انت قاعد تخدم فيها، ما عادش تنجم تكملها، الميسكل بلاع، ما عادش تنجم تخدم، مشواري تسرق، ما عادش تنجم تخدم. دونك لهنا بالحق الاخصائيين ينصحوا باش ما نوصلوش ديما للارهاق التام. كي تحبوا نحكيوا في الموضوع هذا، هل من الاصلح انك ديما تترانا تو فيلور معناتها ديما تخدم للارهاق التام؟ قولوا لي في لي كومنتير باش هكاك نعملوا فيديو خاصه ونحكيوا في الموضوع هذا، هل من الاصلح والاجدر انك تخدم ديما للارهاق التام باش تعمل اكثر نمو عضلي. تويكا نتعديو كيفاش تجم تقيم الإفور هذايا. دونك عندك زوز وسائل تجم تقيم بيهم RER او الRPI. انا كنت سبقت وحكيت على انستغرام اللي قاعد نستعمل في الRER
كان مازلت ماكش تتبع في الكوميونتي بتاعنا على انستغرام ما تنساش باش تعمل سبسكرايب مش سبسكرايب تمشي تعمل فولو وتنضم للكوميونتي بتاع الانستغرام غاديك خاطر نحكي في برشا مواضيع وبرشا ديتاي في ستوريات في الاي جي تي في نتناقشوا نتفاعلوا اكثر من يوتيوب كما تعرفوا الانستغرام ديما قريب للابطال ديما قريب للكوميونتي مش كيما في اليوتيوب دونك ما تنساوش تعمل فولو وتنضموا للكوميونتي بتاعنا نتعداو للريار هذيا كنت سبق وحكيت عليها باش نفسروها هكا في الفيديو الريار هي راب ان ريزيرف معناتها قديش من ريبيتيسيون قعدت قبل ما توصل للإرهاق التام يعني لهنا كما سبقنا وحكينا في الفيديو اللي تعديت انك من الأصلح ما تبديش ديما بالإكستريم معناتها ما تبديش من أول سيري من أول ميزا سايكل متاعك أو من أول المايكرو سايكل متاعك تبدأ بالحق بالإرهاق التام دوك لهنا ينصحوا باش تبدأ السلم هذا باش يمشي والانتنسيتي تمشي وتقوى كيفاش تمشي تقوى بيان سور الانتنسيتي متاعك تبدأ لهنا مصوح به تبدأ 4-5 ريار معناتها ما بين 4-5 ريبيتيسيون قراب للإرهاق التام وتمشي وتهبط هكايا حتى توصل لآخر الميزو سايكل متاعك تقريبا لصفر ريار بالحق وصلت للإرهاق التام وهكا تكون استفدت وعملت التطور اللي حشتنا به معناتها من ميزو سايكل ميزو سايكل أو من مايكرو سايكل مايكرو سايكل وهذا بشي يخلي معناتها الجسم متاعك يحاول يتأقلم في كل مرة مع الستريس اللي انت قاعد تقوم به دونك لهنا هذه الوسيلة الأولى تجم تقيم بها المجهود متاعك نتعديو للوسيلة الثانية اللي هي الRPI الRPI اللي هي Rate of Perceived Exertion معناتها تقييمك للمجهود في التمرين هذاك أو في السيرية هذيك اللي باش تقوم بها لهنا السلم باش يكون بالعكس معناتها التقييم متاعك يمشي هكا كل سلم واحد وراه ما عندوش حتى علاقة ببعض وجست تحصرت لهنا في الكوان دوك لهنا التقييم باش يكون على 10 بيان سور ما تبداش معناتها من اول السيكل بتاعك تخدم ار بي اي قوي كيما حكيت قبل ونعاود ناكد ما تبداش بانتونسيتي قويه من اول الميزو سايكل بتاعك او من اول السيكل والبروجرام اللي انت قاعد تخدم به دوك لهنا تبدا تقريبا 5-6 التقييم باش يكون على 10 معناتها تبدأ من 5-6 RPI لين توصل بالحق ل 10 RPI اللي هي باش يكون بالحق مجهود عالي في التمرين هذاك وفي السيرية هذيك دوك لهنا المهم في هذا الكل انك تبدأ قريب من الإرهاق التام وما تبداش ديريكت بالحق ترهق نفسك من اول ميزو سايكل بتاعك تحط كل شيء من اول ميزو سايكل بعد شنو باش تعمل معناتها كي انت تحط المجهود الكل من اول ميزو سايكل بتاعك شنو ما تغييرات ولا شنو الانتنسيتي باش تطلع فيها معناتها كان تبدا انت تحط التوب وتحط الكل من الاول من بعد شنو باش تعمل ماكش باش تلقى شنو تعمل دونك هذا باش يخليك تتعب برشا دونك ماذا بيكم تعرف كيفاش تقسموا المجهود نتاعكم وانا قلت لكم كيفاش تستعملوا الاري ار والار بي اي تعديو للعنصر الثالث باش تحكيوا عليه اللي هو الفريكوانسي وهو قديش باش تقوم التمرين العضله الواحده في الجمعه معناتها قديش باش تمرن العضله نتاعك من مره في الجمعه لهنا الفريكوانسي كما سبق وقلت راهو فما علاقه في الهرم هذايا بين العناصر هذيا كل لهنا الفوليوم عنده علاقه مباشره بالفريكوانسي معناتها الكم نتاع الخدمه اللي انت باش تقوم بها والشارج اللي انت باش تهزه في الحصص نتاعك هو اللي باش يحدد قديش انت قادر من مره تعاود الحاجات هذوما وتعمل الاستشفاء العضلي اللازم وما يكونش عائق امامك خاطر كان باش تكون عندك وجيعه كبيره وبدنك مازال ما تعافيش نفسيا وعقليا وبدنيا ما تنجمش تعاود نفس ليفور وتخدم خدمه نتاعك اللي انت حاجتك بها نعطي مثال هنا كان انت قررت باش تعمل 20 سيري للعضلة الواحدة شوف كيفاش كتبتها 20 سيري للعضلة الواحدة يعني من الأصلح لهنا أن تكون الفريكونسي مرتين في الجمعة معناتها من الأصلح لهنا في الجمعة تمرن العضلة متاعك مرتين هكي يكون أصلح وتقسمهم على زوز حصص تكون 10 سيريات في السيونس الأولى وعشرة سيريات في السيونس الثانية وهكا يكون أصلح برشا علاش نقول هكي خاطر برشا من الأبطال على الانستغرام يسألوني يقولوا لي قديش من نهار في الجمعة لازم نترانا ما فهميش نشوفوا سؤال بالحق ماهوش سؤال صحيح طرح السؤال ما يلزموش يكون هكاكا مش قديش من نهار لازم نترانا قديش من نهار انت تجم تترانا في الجمعة قديش من نهار انت ديسبونيبل في الجمعة باش هكاكا تعرف روحك وتعرف التقسيم تاعك شوف روحك قديش انت من نهار ديسبونيبل في الجمعة قديش الفوليوم والكم نتاع الخدمه اللي تنجم تخدم بها وتعمل ريكوبيراسيون لازمه
هكا حددت الفوليوم بتاع الخدمه بتاعك. علاش قلت لكم الفوليوم هو المفتاح الاول في الهرم هذايا، هو المفتاح الاول باش يدفع الكتله العضليه للنمو. دونك تحدد الفوليوم بتاع الخدمه اللي انت باش تخدم به، ومن غادي تشوف روحك كيفاش باش تقسم، وكي قسمت تولي تعرف الفريكونس بتاع الخدمه بتاعك كيفاش باش يكون، وهكا تعرف روحك قداش باش تترنى من نهار في الجمعه. عشان اكون جاوبت على السؤال هذايا، خاطر برشا ابطال يسالوني على السؤال هذايا قداش من نهار لازم يترنى في الجمعه. هكا نكون وضحت لكم الحكايه اكثر. فما دراسه اتعملت في 2019 قارنوا فيها جروب يترنى فول بادي 3 مرات في الجمعه، جروب يخدم العضله مرتين بالنسبه للبراوات ومره لبقيه الجسم. زوز جروبات هذم عندهم نفس القوه وترناو بنفس الفوليوم تاع الخدمه. النتيجه كانت واضحه انه اللي ترناو 3 مرات فول بادي تحصلوا على اكثر ارتفاع في سماكه البايسبس والكواتس مقارنه بالبرو سبليت. يعني لنا من ناحيه القوه ما فماش اختلاف، لكن من ناحيه البناء العضلي انك تريني العضله نتاعك اكثر من مرتين في الجمعه هذا باش يكون لصالحك. مش ديما قد ما باش تزيد قد ما هو باهي، وقد ما باش تعمل اكثر قد ما باش تلقى ريزلتا خير. تنجم تكون النتيجه عكسيه، لازم تاخذوا بعين الاعتبار لي فاكتور اللي دايرين بكم الكل، وتعرفوا كيفاش توصفوهم وتختاروا لي فاريبلز هذوما، وتختاروا كيفاش توصفوهم الحاجات هذوما وتقدموا فيهم بشويه بشويه باش تعملوا البروجريسيف اوفرلود. لهنا الحاجه الاساسيه في الفريكونسي اللي حكينا عليها، اللي فريكونسي باش تعطيك فرصه باش تنجم تخدم فوليوم اعلى. لهنا فوليوم كما حكينا على الفوليوم اللي هو المفتاح الاساسي بالحق باش تدفع الكتله العضليه نتاعك للنمو. دونك لهنا اعرفوا كيفاش تختاروا الفوليوم نتاعكم، اعرفوا كيفاش تختاروا الانتنسيتي نتاعكم، وكيفاش تقسموها بالحق في الجمعه، ويكون الاختيار ديما بذكاء واعتمد على الذكاء نتاعكم يا ابطال. هكا نوصل يا ابطال لاخر الجزء هذايا، الجزء الثاني من كيفاش تعمل البروجرام نتاعك الخاص بك انت. وكما حكينا على انستغرام وكنتم متفاعلين وبالحق نشكركم، قلت لكم بالحق حسيتها الفيديو هذه وبارتي ثانيه باش تكون طويله برشا. دونك قررنا واخترنا مع بعضنا، وكان الاختيار نتاعكم ان نعملوا جزء اخر ونحكيوا فيه على الاكسرسايز سيليكشن والريست والتمبو. دونك حضروا روحكم يا ابطال، وما تنساش باش تفعلوا الجرس باش هكاك تفيقوا بالبارتي الجايه اللي باش تجي. دونك لهنا نعطيو الخلاصه نتاع البارتي الثانيه في اللي حكيناه هذا الكل، شنو هما الحاجات اللي لازمنا نقفوا عليهم. الاول حاجه حكينا عليها الفوليوم اللي هو حجر الاساس، دونك بصفه عامه يكون ما بين 10 و 20 سيري. لازمك تجرب باش تعرف بالحق، معناتها خاطر هذايا معناتها نافذه كبيره، ويلزمك تشوف روحك بالحق حسب العوامل اللي حكينا فيهم تختار وتجرب، وهكاكا تعرف روحك وتنجم تعرف بالحق الفوليوم اللي يتماشى معاك. نجم يكون اكثر شويه كما نجم يكون اقل شويه. دونك نعتمد عليكم باش تجربوا وتعرفوا تختاروا الاختيار الصائب، وما تتسرعوش وتحطوا فوليوم عالي وبعد تلقى روحك تعبت وما تلقاش الريزلتات اللي انت حاجتك بها. دونك الحاجه الثانيه حكينا فيها الانتنسيتي، اللي هما تنجم تلقى ريزلتات بشارج رزين كما تنجم تلقى ريزلتات بشارج خفيف، لكن الذكاء هنا كيفاش توظفهم الزوز حسب الاكزرسيسات، حسب التطور نتاعك في البروجرام نتاعك والميزوسايكل اللي انت ماشي فيه، والاخذ بعين الاعتبار بالليريار والاربي اي والمجهود اللي باش تقوم به. بالحق ما يلزمكش تكون معناتها متهور وتوصل للارهاق التام وتخلي روحك مرهق من اول الميزوسايكل نتاعك، وهذا ما يخليكش تقدم من بعد في السيكل اللي انت ماشي فيه. هذا مهم برشا كيفاش تتعامل بهم الحكايات هذوما. حكينا في اخر حاجه على الفريكونسي، وقلت لكم من المهم انك تعمل فريكونسي باهية، اقل شيء تكون مرتين في الجمعة او اكثر، معناتها انت والشخص، انت والاكسبيريونس نتاعك، انت والجينيتيك نتاعك، وبرشا حاجات وبرشا لي فاكتور هذوما مهمين برشا لازم تاخذهم بعين الاعتبار. دونك المهم في هذا الكل ان الفريكونسي باش تعطيك فرصة انك تخدم اكثر فوليوم اكثر فوليوم. دونك كما حكينا هو مفتاح باش يعطيك اكثر جروث، معناتها فرصة أكثر باش تطور من الكتلة العضلية نتاعك. دونك مهم برشا إنك توظفهم الحاجات هذوما في البروجرام نتاعك. دونك أنا مبقالي كان نقول لكم I see you next time يا أبطال.